لقطة غريبة حدثت في مباراة المغرب ضد بلجيكا عند الخروج المفاجئ لحارس المغرب الأساسي ياسين بونو قبل بداية اللقاء بعد أداء النشيد الوطني للمنتخب المغربي، ليتم استبداله بمنير المحمدي وهو من يحرس مرمى أسود الأطلس أمام بلجيكا والذي قدم مستوى جيد في المباراة. وحسب بعض المصادر فإن سبب عدم مشاركة الحارس ياسين بونو في المباراة يعود إلى إحساسه بدوار، وطلب حارس إشبيلية الإسباني من طاقم المنتخب المغربي بإعفائه من خوض مباراة المغرب ضد بلجيكا، وبالتالي الحارس منير المحمدي هو البديل للحارس ياسين بونو. بالشفاء العاجل للحارس ياسين بونو وكل التوفيق للحارس منير المحمدي الذي قدم تصديات رائعة أمام بلجيكا.